تأخرت صغيرة، شايف شو صغيرة هي؟ شطبتني شطب، ما عم شوف أنا ها، ما عم شوف. شوفي لي يا جاي بالقرنية ولا بالقزحية؟ لا بالقرنية ولا بالقزحية، قوم ليش بدك رجال ولا مالك رجال شو؟ تفضل. أهلين يا أبي، أهلين يا أهلين يا أهلين يا أبي، أهلين يا أبي، أهلين يا أبي، تفضل تفضل. في كلب مكلفيني أوصوا عنكم هون بالحارة، قلت في طريقي بعملكم زيارة. اهلا وسهلا عمي. اهلا يا بي، شو نحن ما بنخطر على بالك غير وقت قواص الكلاب؟ مو هيك القصة، بس الكلاب بحارتكم قليلة. ايوه زهرة، حطي عشر. ايه انا اللي بحط عشر. ما في داعي، علي كلاب كثير الليلة، بس بدي احكي كلمتين مع بديع وامشي. امور عمي. في رفيق مولع بصيد السما، ذكر قدامي انه بده دولاميت، تذكرتها. تذكرتني الي؟ ليش عمي؟ الشركة تبعكم بتمد خطوط ما بتمد؟ بتمد. معناها بتحفر كمان ما بتحفر؟ بتحفر. معناها بتعمل تفجيرات صخور ما بتعمل؟ بتعمل. ها ها، بدنا من عندكم كم اصبع ديناميت؟ في عندكم ما في؟ اصابع ديناميت، اصابع ديناميت. عمي عمي، شو دخل الصيد بالديناميت؟ شو دخل الصيد بالديناميت؟ قلي على الكهرباء ما في امان. من كم يوم صار معه مشكلة، حرم بالكهرباء، حط الشريط بالمي كان روح أكثر من 20 واحد عم يسبحوا. وبركض روح حدا بالديناميت؟ المحل تبع السباحة بعيد، بعدين هي مشكلته. شو مشكلته؟ إذا سألوا منين جبت الديناميت وقال لهم أنا شو بصير فيه؟ مين بده يسأله؟ إذا لقى. ومين بده يلقطوه؟ يلي بيلقطوه. ما في أكثر منهم اللي بيلقطوه. لا تخاف، ما حدا بيلقطوه، لانه شغلته يمنع الصيد بالبحيره، هي محميه اسماك فيها انواع نادره. اذا هو المسؤول ما في مشكله، قديش بده؟ كم اصبع؟ قد ما فيك جيب له 100 200. 200؟ ايه 200. مو لحاله بصيد، كل يوم بيجي ضيوف وببلاش ما بده، كل شيء بحسابه. زهره، انت شو رايك؟ انا ما بعرف، هي شغله مو شغله نسوان. خلاص خلاص بطلنا. روق روق عمي روق. لا شو روّل؟ أول مرة بطلب منك خدمة، كنت بفكرك رح تقلي تكرم عينك عمي، ما بتطلع من هون قبل ما تاخذ تلاميذ، وعم تاخذ لي رأي مرتك كمان؟ تضرب أنت واللي جوزك ياها. روّل عمي خلاص.